زراعي الحد الأقصى للتمويل يصل للمشروع الواحد 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه حد الأقصى للمشروع. في مشروعات صناعيه، ايوه، مشروعات تصنيع زراعي عشان احنا عايزين نشجعها، بتصل ل 5 مليون جنيه. 5 مليون. طب خلينا في التصنيع الزراعي اللي حضرتك بتقولي عايزين نشجعها، شروطها ايه؟ نفس الشروط، نفس الشروط حضرتك، بس يكون عنده مشروع. انا هقول حضرتك حاجه، احنا دلوقتي ببتدي تمويل، عندي نوعين تمويل، متناهي الصغر. معلش، تقولي لي بعد عمرو؟ قولي لي، هقول لك بعد عمرو. استاذ عمرو بس عشان انا عايزه. طيب اتفضل استاذ عمرو، عشان عايزين نفيد المشاهد. استاذ عمرو اتفضل. مساء الفل يا استاذ عزه. مساء النور عليك. ومساء الفل على الضيفه الكريمه اللي عند حضرتك. اهلا، مساء الخير يا فندم. دلوقتي يا فندم انا هتكلم في جزئيتين، جزئيه خاصه بمناسبه الصندوق الاجتماعي، وفي مشكله عندنا هنا في البحر الاحمر. خلينا بس في الجزئيه الخاصه بالصندوق علشان نقدر نتكلم. احنا يا فندم يعني ليا صديق انا وهو كنا فاتحين محل مشغولات فضيه، واخد بالك، وحاولنا نقدم على القرض مره واثنين، قال لك احنا ما بنمونش المشغولات الفضيه ولا الذهبيه او اي معادن ثمينه يعني. فقلنا لهم دي معلش حضرتك وبتعمل المشغولات والكلام ده، وكنا عايزين قرض واترفض يعني ليه؟ لان مش محطوط من ضمن المشاريع او الحاجات دي، رغم اللي هو مشروع انتاجي برضه يا فندم. ده مرفوض يا فندم؟ لا، هو اللي مرفوض حضرتك تجاره الفضه والذهب، لان اسعارها ما بتكونش حضرتك. طب ما انا فندم الخامه اللي انا بجيبها مش مرفوض حضرتك سيادتك يا فندم. ما فندم الخامه اللي انا بجيبها، ما انا هجيب منين يا فندم؟ انا هجيب خشب اعمله ذهب يا فندم ولا مش فاهم؟ عندنا منع تجاره الذهب وتجاره فكره انه يتاجر في الذهب او في الفضه او في الالماس او في بالظبط كده الحاجات اللي كنا بنسمع عليها زمان دي. بالظبط بالظبط. لكن لو هو عايز مثلا مكنه بيصنع بيصلح حاجه بيعمل حاجه للذهب والفضه هتجيله، بس لكن مش هتجيله معاود خام. ممكن من مكان تاني غير الصندوق. ممكن انا بتكلم كده، انا بس عايزه اوضح ان احنا دورنا برضو، انا دوري تنموي اجتماعي، بمول مشروعات ليها شويه يكون ليها طابع تنميه. يعني انا دايما بنسعى ان انا امول المشروع اللي يوفر اكبر عدد من فرص العمل. أيوة. يعني انا هدي حضرتك على سبيل المثال، ممكن يجي لنا مثلا انا ممكن يجي لي حضرتك مشروع محل تجاري رائع، ويكون طالب قرض وفعلا ويكون عنده المقاومات الماديه وكده، وتلاقيه حضرتك مثلا عشان ياخد القرض طالب 700 800 الف، لانه بيخدم مثلا محافظه بعينها. على الجانب الاخر ممكن يكون عندي مصنع طالب نفس المبلغ، احنا بنبقى حريصين تمويل المصنع اكتر، وبياخد سعر احسن شويه في الفايده كمان. بياخد سعر كمان احسن الصناعي اكتر، لانه بيوفر فرص عمل، له صفه الاستقرار، ماشي مع توجهات الدوله ان انا التنميه عمرها ما هتحصل الا بان انا اقلل الاستيراد، فانا ازود الانتاج المحلي، ان انا اتميز اكتر حاجة. او بتوافقي اكتر على، هي مش ميل اكتر ما هي سياسه، هي رؤيه احنا. بالظبط كده. يعني احنا حضرتك حتى في اسعار العائد او اسعار الفايده اللي انا بديها، احنا تعتبر الاسعار كلها بسيطه، وسعر العائد يعتبر في ايد اي مواطن يعني متداول، لكن تلاقي دايما مع تحرير والتعويض لغايه دلوقتي ملتزمين بال 5%. مش كله 5%، في ايه؟ انا عندي 5%، اصل انا هقول لحضرتك حاجه، انا عندي حاجات ب 5%، الحد الاقصى عندي بيصل ل 8% بسيطه متناقصه. متناقصه؟ ده اللي هو ال 5 مليون؟ لا 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 لا، على حسب المشروع. لو تجاري الصناعي لو 5 مليون هاخد 5%. يعني في حاجات 5% وفي حاجات بتوصل ل 8 لكنها متناقصه. بالظبط. وانا ال 5% احنا مش من ضمن، احنا ماشيين مع توجهات الريس، لكن انا مش مستفيده باي اموال من اموال البنوك في مبادره الريس. انا ال 5% دي باموالي كصندوق. بالظبط. لان البنوك حضرتك الاموال المخصصه ليها دي نسبه احتياطي من الودائع بتاعتها. ايوه. هم بيشتغلوها، لكن انا اموالي كلها جهات منحه خارجيه، سواء عربيه او اجنبيه، لها تكلفه اقتراض بتوفرها لي، او يعني بيتم الحصول عليها عن طريق وزاره التعاون الدولي، لها تكلفه. كوني ان انا بنجح ان انا اعمل توليفة أسعار بحيث أن أنا أصل في بعض المنتجات ل 5% عشان أمشي مع توجهات الرئيس، أن أنا يطلع عندي منتجات مشروعات صغيرة ب 5%، أن أنا خصيت بيها المشروعات الصناعية، خصيت بيها محافظات الصعيد، خصصتها المحافظات الحدودية، الوادي الجديد، جنوب سيناء، شمال سيناء. خلينا نقول يا فندم المحافظات اللي